وأوفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى، وفي كل أعمارنا يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك ولذنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تعتق رقابنا من النار بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، ويسر حسابنا، وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم معنا.
النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه وسائر إخوانه والمسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازهم على ما قدموا للإسلام والمسلمين واجعله خالصا لوجهك الكريم وزدهم من الهدى والتوفيق يا حي يا قيوم. اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا وجميع المسلمين إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا والفتن والرزايا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمسكرات والمخدرات والسحر والشعوذة وسائر طرق الفساد والغواية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في بلاد الإسلام. اللهم اجعلها قنوات توجيه وتربية ولا تجعلها وسائل هدم وتدمير للقيم والفضائل. اللهم ولي عليها الأكفاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي لالتزام طريق التوبة النصوح. اللهم